مستودع اسراره وبكل قلب مجروح معلومه اثاره جيت بدمع مسفوح على الوجنة يتجاره شفتك قمر مذبوح مخنوقه انواره ينوح المكان ويا الزمان يلطفك من عالم القدره الكون استدار عكس المدار قلبنا يا اخويا بالسعارة كل الوجوه بكعبتك طافوا سعوا لبيك والمصرعك خويا سعت بالفاجعة الكعبة وتناشدي فقد القمر متهدمة أركاني أركاني جرحك مضانين السور دمع بجفاني آية وداع آية وداع لما تلقى قرآني جرحك مضانين والدمع بجفاني قتل قرآني يا الفضيل باب الفضيل انكسار ظهر خوي وازدادت احساني هذه خطوة عظيمة في طريق طويل الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.